لكم كبسه بس ايه حدوته. يلا بينا. حل على النار فيها معلقه سمنه وشويه زيت زيتون، ونجهز بصلايه متقطعه مكعبات صغيره. البصلايه تبدا تطهى، تحطي معاها فصين ثوم مفرومين وكمل تقليب. وجهز معايا بقى ورق لورا وحبهان وعود قرفة عيدان وليمونتين مجفف ووحدتين قرنفل. حط كل ده بقى مع البصل والثوم واديهم تشويحه حلوه. وعندي فرخه كامله مقسومه اتنين، هبدا اشوحها مع البصل والبهارات اللي احنا حطيناها. حدوته. تعالي يا غاليه، تعالي يا غاليه هنا. هنجهز معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره كركم، معلقه صغيره فلفل اسود، دي البهارات اللي احنا هنستعملها. قلب بقى تقليبه حلوه. طماطمايه كبيره بقى مقطعه مكعبات، ونبدا نحطها على الفراخ. وجهز معلقتين كبار صلصه بيوريه. ايه يا واد يا حدوته الدلع ده، ودي تقليبه حلوه. وجهز شويه ميه سخنه بقى عشان الفراخ تستوي بيها. بسم الله، الله على الحلاوه. انا عايز بس الميه تغطي الفراخ حاجات بسيطه. ادي تقليبه حلوه، حدوته ولا مش حدوته؟ وقفل عليها نص ساعه لحد ما الفراخ تستوي. الله على الحلاوه يا واد يا حدوته. بصوا بقى يا جماعه، هنبدا نشيل الفرخه كده من غير ما نبهدلها. هناخد نص الفرخه هنا ونبدا نحطها في صينيه على جنب، ومكان الفراخ نحط كوبايتين رز بسمتي مغسولين. ادي تقليبه حلوه، انا عايز المرقه دي تشرب الرز كله. وهنحط قرنين فلفل وهنغطيها تلت ساعه لحد ما الرز يستوي. معلقه زيت بقى وشويه بابريكا، ونبدا كده نضوبهم في بعض، وبفرشه نبدا نعمل مساج حلو كده ايه للفراخ. خدوا بالكم الفراخ اصلا دايبه لوحدها قبل ما تخش الفرن، بس انا ادخلها تاخد وش، ودخلها 10 دقايق تحت الشوايه. يلا بينا، مع السلامه يا غاليه. الله يا واد يا حدوته، الله يا واد يا حدوته. يلا بينا بقى نقدم الطبق. نبدا نحط رز كده. انا عايزك تكلمني اكتر عن حلاوه الفراخ، حدوته ولا مش حدوته؟ قولوا لي حدوته ولا مش حدوته. بسم الله، الله على الحلاوه. انا عايزكم بقى تغرقوا مكسرات زي اخواتنا في السعوديه كده. انا عندي شويه زبيب حطيته، انت بقى حطوه لوز فستق عين جمل. يا باشا دلع نفسك في مطبخك ودلع نفسك. مستني وصفات حلوه قوي على موقع مصراوي. كل سنه وانت طيبين. سلام.